علم حضرت الفيديو اللي انا حكيت فيه المره الماضيه عن اول 10 نصائح ثمينه كثير 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 من اهم رواد الاعمال في العالم؟ اذا حضرته فتعال احكي لك غيرهم. انا جاسر مصطفى راي جي توكس، وهاي السيريز اسمها نو مور. ونبلش بسرعه. ما حدا في العالم راح يهتم بفكرتك ولا حيشيلها من ارضها، وانت عليك تلاحق وراهم وتثبت انه هاي احسن فكره في الكوكب، انه انت احسن واحد بيعمل هذه الفكره وهذا المنتج وهاي السيرفيس في العالم، لحتى يعجبوا بافكارك واخلاقك وياخذوا هذه الخدمه. هذا الشخص اللي بقول لك هيك اسمه روبرت جرين او جريني من ميستري. اما صاحبنا جري كاوازاكي من ابل، شو بيحكي لك؟ اذا انت امنت ايمان قوي جدا بفكرتك وصدقتها واشتغلت عليها منيح ولحقت وراها بشكل كثير كبير، فكل الكوكب وكل الكونسيومرز راح يامنوا بهاي الفكره، راح يشتغلوا لك عليها تلقائيا ويسوقوها تلقائيا ويشتروها تلقائيا ويلحقوا وراك علشان ياخذوا الريسيبي او الوصفه تبعت عطوفتك، وبهيك تنجح اوتوماتيك. فيحكي لك لاحق ايمانك لحتى يصير واقع وحقيقه. والله يا جماعه قبل قدنا فيها ناس رواد اعمال وناجحين واولاد على الناس، ففي واحد اسمه ستيف ووزنيك وانا ما لي علاقه هذا اسمه، بيقول لك اشتغل على الاشياء اللي انت بتامن فيها وبتحبها ويو بليف انك بشكل كثير خرافي، اشتغل عليها لإلك انت مره واثنتين وثلاثه وعشره، وطورها لحتى انت نفسك عطوفتك تصير راضي عنها وبتحب تشتريها. فاعمل الاشي إلك انت قبل ما تعرضه لا على شركة ولا على كونسيومر أو مستهلك ولا على أفراد ولا على أي حدا يستهلك. وهاي نصيحة مني ومن حبيب القلب مارك كوبان، I think هيك اسمه حبيب القلب، أنا بخربط بحبايبي حر أنا، من برودكاست. بيحكي لك حط حالك في مكان أو منتج أو سيرفيس أنت تشتغل عليهم أو بتعملهم limitless أو unlimited أو ما إلها أي حدود أو infinity. ليش؟ لحتى تقدر تضلك دائما تكبر وتتوسع وتعمل explosions وتكبر كل مرة انت حابب انك انت تكبر فيها، بس انت هتكبر شغلك هتفهمني. اما الشكاك الثاني توني فاضل من مكان اسمه نست، اي ثينك هيك اسمه المكان اللي هو جاي منه، بيحكي لك عطوفته انك انت لما تحاول تشتغل على شغل يعمل فرق ويكون اشي سفاح و important، حاول دايما تشك في الاشياء برضو وضلك تسأل 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 وتلاحق وراها الأسئلة لحتى تلاقي أحسن أجوبة خليك تعمله بأحسن طريقة ولا أحسن أودينس أو جمهور أو مستهلكين. وأخيرا دخلت معنا على السيريز الأمورة داناي أو دانا أو داني رينجل مان من مكان اسمه إنديغوغو، هي هيك غريبة الأطوار، تحكي لك عطوفتها لا تحاول دايما أنك أنت تكبر بسرعة وتتوسع بسرعة 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 وتسأل كيف أنا ممكن أكبر بشغلي هذا كثير بسرعة وأحتل الكوكب. ليه؟ لأنه أوتوماتيكلي هذا الإشي رح يصير إذا أنت عملت إشي كثير مهم وإشي فعلياً بيعمل فرق وإشي فعلياً الناس تحتاجه. وصاحبنا اللي أنا حكيت عنه في فيديو قبل هيك اسمه سايمون ساينيك أو سينيك، بعرف شو اسمه فعلياً كيف بينحكى، وجاي من مكان أو من سبيتش بيحكي لك start with the why أو start with why، بيحكي لك انه دائما حاول انك انت تبلش بالتفكير في الدائره من الداخل من جوا جوا الى الخارج. اذا تتذكروا الفيديو هذا حكيت لك بلش بالواي بعدين الهاو بعدين الوات. ليش؟ لانه بتفكر اول شيء بليش انا عم بعمل هذا الشيء وشو قصته وشو الكونسبت والفيجن من وراه، وبعدين بتفكر بهاو انا كيف بدي اعمل هذا الشيء وارجعه واخليه مطلوب ويحل مشاكل عند الناس. اوتوماتيكلي الوقت بتطلع معك والبرودكت والسيرفيس اللي انت فعليا بدك تعملهم عشان تكون عطوفة اهلك ناجح. وصاحبنا الرومانتيك المهووس بالقصص سيف جودن، وهو عبارة عن ماركتينج جورو معلم ماركتينج، بيحكي لك انه اهتم كثير 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 في القصة من ورا الشيء اللي انت قاعد تعمله. ليش؟ بيحكي لك لأن الناس راح تهتم في القصة اللي راح تعطي الفاليو للإشي اللي انت فعليا راح تبيع عطوفته، وإذا ما عندك قصة فموضوعك شوي صعب. حكيت لك إياها في فيديوهات قبل هيك، قلت لك people do not buy products or actual products or service، they buy
ايموشنز الناس ما حتشتري البرودكت نفسه لانه البرودكت موجود، راح تشتري المشاعر التي تربطها بهذا البرودكت او السيرفيس. ما علينا. اما صاحبنا جاك دورسي من تويتر سكوير شو بيحكي لك؟ الصعب مش الفكره نفسها، الصعب هو انك انت كيف تبدا بطريقه صحيحه، مش الفكره اتسف. الفكره موجوده في راسك، الصعب انك تطلعها من راسك، تحطها على الورق والدوكيمنت، تعمل البلان تبعك، تلاقي انسب طريقه فعليه انك انت تنفذ هاي الفكره بطريقه صحيحه وتحولها لواقع مطلوب ومحبوب من الكونسيومرز. ومين منا ما عنده انستغرام؟ اللي عندي هذا اللي راح يطلع هون او هون وبنزل عليه الصور والستوريز ومقزز الكوكب فيه. فصاحبنا كيفن سيستون من انستغرام بيحكي لك مش المهم انك انت تكون الافضل، لكن المهم انك تكون خطير. وعلى الاغلب صاحبنا كيفن هاد من دواوين الاردن. ليه؟ بقول لك لازم تكون انت زلمة خطير جدا جدا جدا، بس مش دواوينيا، بحكي لك انك انت لازم تكون خطير في انك انت كيف تلاقي الفكرة وتعرف كيف تبلورها وتحولها لواقع الناس تحبه زي اللي حكيناه قبل شوي، وتلحق وراه وتآمن فيه وتتعلق فيه، وأوتوماتيكلي هذول الناس اللي حبوا هذا الموضوع they believe in هيشتغلوا لك عليه ويسوقوا له ويحبوه ويشتروا وهم مش دارين، يعني unconsciously. ولهون بما انه حكينا 10 نقاط ثانيين من اهم النصائح من اهم رواد الاعمال في العالم او الناجحين في العالم او الناس اللي تشتغل في العالم او المفلسفين في العالم، انت حر يعني سميهم زي ما بدك، بس هي نقاط فعليا واقعيه. بحب تنزل لي على التعليقات تحكي لي شو هي الاشياء اللي عجبتك من هاي النقاط وانت فعليا حاب تعملها، او شو اللي فعليا انت اوريدي بتعمله منها. واذا في عندك نقاط ثانيه او نصائح ثانيه بتحب تحط لي اياها في التعليقات فياريت راح اكون ممنونك وسلام.